فيما بعد وشرف المكان وأرادت مديرية الشؤون الدنيا والأوقاف غيرت أهل الأهوال وهو من زعيم تبرع خاصة هذه الأشهر الثلاث. المسجد أغلق فترة من الزمن من أجل إعادة ترميمه وإعادة تأهيله مرة أخرى، وإن كانت الأشغال قد تمت به قبل هذا اليوم، ولكن أردنا أن يفتح في هذه الجمعة 17 من شهر فيفري تيمنا بيوم الشهيد اللي هو يوم 18 فيفري، فأردنا أن يلتقي شرف المكان والزمان. الزمان هو يوم الجمعة ويوم الشهيد حتى نبين للناس عمق انتماء الجزائر إلى دين الإسلام. احنا سعداء بافتتاح مسجد نتاعنا، مسجد صفاح، مسجد الكبير، نقول له فاني مسجد الصنعة، ومع أذن الأذان في صلاة الفجر تملى الجامع، الناس توحشت الجامع بهجيه. أحد المعالم التاريخية الفخمة التي تزخر بها مدينة الأغواط، خاصة وأنه يعتبر أحد المباني الكبرى في المدينة، وتم بناؤه يعني بعد 10 سنوات من الأشغال ممولة من طرف أهالي الأغواط.